احنا كمحافظة الأنبار يعني بدينا مرحلة الاستقرار الأمني، فرحنا بموضوع بداية سنة 2020، ولكن ما يحزننا الأزمة الاقتصادية اللي ضربت العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وجبرة الناس أن يقعدون ببيوتهم. شهدنا في عام 2020 فيروس كورونا، ولكن انتخم أيضا أبناء الأنبار من خلال الفرق التطوعية، من خلال دار صحة الأنبار، واستطاعوا أن يحدوا من شدة الفيروس من خلال الحملات التطوعية، من خلال انتشار الفرق الطبية. يعني نلاحظ هسه المرأة الأنبارية قاعد تتحرك بكل المجالات قياديات يعني، والحمد لله يا ربي للزهار دوما قيادياته ونساء الأنبار.